السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا متتبعينا الكرام في قناتكم السامبل كندا تي في، القناة اللي كتهم كل ما له علاقة بالهجرة والمهاجرين. الفيديو ديالنا اليوم غادي يكون شيئا ما مختلف، حيت غادي نخصصوه كيفاش تعرفوا المرحلة اللي وصل لها الطلب ديالكم. وهذا السؤال كيطرحوه علينا العديد ديال الإخوان والأخوات، خصوصا الناس اللي دافعين طلبات ديال لم الشمل العائلي. وقبل ما ندوزو نشرحوا الطريقة باش تعرفوا فين وصلت الطلبات ديالكم، بغينا نخصصوا واحد الجانب من هذا الفيديو، البوابة الجديدة على الانترنت اللي عنت عليها مصالح الهجرة الكندية واللي وجدتها وبدات العمل بها كذلك، باش تمكن الناس اللي دافعين طلبات لم الشمل العائلي للازواج والابناء من انهم يتبعوا الطلبات ديالهم ويعرفوا المرحله اللي وصلوا لها. وهذا في نظري خبر جميل غادي يفرح العديد من العائلات، خصوصا اننا كنتلقاو عده اسئله بهذا الخصوص، والاغلبيه ديالهم كيتشكاو من انهم ما كيتمكنوش من التواصل مع المصالح الهجرة، وحتى انهم ما عندهمش حتى فكرة على فين وصلوا الطلبات ديالهم في اينا مرحلة. وقبل ما ندوزو نعطيكم نظرة على كيفاش تسجلوا في هاد الاداة او الالية ديال التتبع ديال الطلبات ديالكم، بغيت نذكركم اولا بلي غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الصفحة هادي اسفل الفيديو. ثانيا بلي هاد الأداة أو لوتي دو سويفي دو ليتا دي دوموند، فهو كيهم فقط طلبات الباريناج الخاصة بحالة الأزواج اللي كلكم كتعرفوا التعريف ديالها بالنسبة لقانون الهجرة. فالحالات اللي كتهم بالأزواج فهي لي زيبو كونجوان دو في بارتونير كونجوغال، وكذلك هاد البوابة هادي أو هاد اللوتي فهو كيهم كذلك الطلبات الخاصة بالباريناج أو بلم الشمل العائلي الخاص بالأبناء. وهذا الشيء كيعني بلي الطلبات الأخرى ديال لم الشمل العائلي للبقية ديال الأفراد العائلة بحال الآباء والإخوة فهم ما داخلينش في هذا التطبيق، لان في القانون ديال الهجره فكاين واحد التسلسل من ناحيه الباريناج ديال الافراد العائله، فدائما كنلقاو في الدرجه القريبه بزاف كنلقاو الازواج تابعينهم الابناء، وعاد جايين من بعدهم الاباء، عاد جايين الاخوه. اذا نمروا نشوفوا معكم الطريقه ديال التسجيل في هاد البوابه هذه. فبطبيعه الحال ما غاديش ندير معكم المراحل كلها، ولكن غنعطيكم غير النظره، لان المراحل ديال التسجيل كيف ما كتشوفوا كاينين ثلاثه ديال المراحل. بالنسبه للناس اللي اول خطره غادي تسجلوا، بطبيعه الحال غادي يخصهم يجيو لهنا وغادي يختاروا كري ان كونط، وهنا بطبيعه الحال كاينه يا اما صاحب الطلب فعندكم التعريف هنايا، او الممثل ديالو او الشخص اللي كيمثلو، كتختاروا شكون، واش انت صاحب الطلب ولا الممثل ديالو. وهنا كتلقاو الاشياء اللي دائما عليها هاد النجمه حمراء، فمن الضروري انكم تملؤوها. فمثلا عندكم هاد ليدونتيفيكاتور اونيك دو كليون، فهاد الرقم هذا كيكون في الدوسي ديالكم وكيتعطى لكم منين كتبداو في الاجراءات. إلا كانت يلاه دفعتوا الطلب ديالكم فمازال ما كتوصلوش به، لان كيجيكم في المراسلات اللي تيكونوا بينكم وبين مصالح ديال الهجره. وكتلقاو بطبيعه الحال الاسم العائلي وبقيه ديال المعلومات على الشخص. فإلا اختاريتوا صاحب الطلب كديروا المعلومات الشخصيه ديال صاحب الطلب بطبيعه الحال. فكيف ما قلت لكم ملي كتكملوا الملء ديال هاد المرحله هذه كدوزوا لبقيه المراحل. وبطبيعه الحال فالمعلومات اللي غادي تستعملوها فتح الحساب في هاد الاداه هذه فضروري انها تكون نفس المعلومات اللي كاينين عليكم في الدوسي اللي دفعتوه او في الطلب ديالكم ديال لم الشمل العائلي ولا
ما كتمكنوش من انكم تفتحوا الحساب. منين كندوزو نشوفوا الاسباب اللي كتادي او اللي ما كتمكنكش من انك تفتح الحساب في هاد الاداه هذه، فكنلقاو يا اما يلا دفعتوا الدوسي ديالكم ومازال ما تمش الادخال للمعلومات ديالكم في السيستم، او ان الحاله ديال لم الشمل العائلي ديالكم ما كتطابقش مع هذه الاداه اللي قلت لكم بانها خاصه فقط بالازواج وكذلك بالابناء. الا كان طلب الباريناج اللي دفعتوه كيهم حاله اخرى من الحالات اللي كتكون في لم الشمل العائلي مثلا خاصه بالاباء او الاخوه، كاينين طرق اخرى فين يمكن لكم انكم تشوفوا الحاله اللي وصلت لها الطلب ديالكم. وبطبيعه الحال غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو، وهذا كيهم جميع الطلبات اللي نتوما تقدمتوا بها لمصالح الهجره سواء في الباريناج او غيرها. كتجيو لهنا وكتختاروا النوعيه ديال الطلب ديالكم. بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الصفحه هذه اللي كتمكنكم باش تعرفوا الحاله اللي وصلها او المرحله اللي وصلتها الطلب ديالكم. ها هي فيغيفي لي تا دو سا دوموند. كتجيو لهنا وكتختاروا اش من النوعيه ديال الطلب او الملف ديالكم اللي قدمتو المصالح الهجره، مثلا بيرمي ديتود، رخصه الدراسه، رخصه العمل، الفيزا فيزيتور، حتى الطلب ديال الجنسيه، واي وحده فيهم كتختارها وكتختار هنايا في اين بلاصه قدمتي الطلب ديالك، وهنا كتختار لاين سيرفيس قدمتي الطلب ديالك، وكتختار كيفاش قدمتي الطلب ديالك واش ورقي او اونلاين. وهنا كيوضحوا لكم فين وصلوا، مثلا في الدراسه ديال طلبات العمل فهما وصلوا الطلبات اللي تقدمت لهم ما بين 22 و 28 و 2021. وبطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي عندهم اون سيسيون محلوله في لو سيت ديال ليميغراسيون فعندهم الطريقه انهم يعرفوا المراحل اللي وصل ليها الدوسي ديالهم، فكيمشيو غير يشوفوا المكان اللي فيه ليتا دو ما دوموند وكيلقاو فيها كذلك المراسلات اللي كيصيفطوا ليهم السيرفيس ديال ليميغراسيون. كنشكركم اخواني اخواتي على المتابعه، وكنتمنى ان هذا لا فيديو هذه عجبتكم، فما تبخلوش علينا بتشجيعاتكم وتعليقاتكم وكذلك الاراء ديالكم فهي مهمه بالنسبه لنا، فهي اللي كتمكننا اننا نعرفوا المواضيع اللي بغيتونا نطرقوا لها. والى اللقاء في فيديو قادم على قناتكم اليسامبل كندا تيفي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.